إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بوفكران. سنتوجه إلى العاصمة الإسماعيلية مكناس، وها هي العجلة تعود إلى الدوران من السكون إلى الحركة. ذلك هو حال منطقة واحد، واليوم النموذج من عمالة مكناس. فخليكم معنا في هذا البث المباشر مشاهدي قناة شوف تيفي، الطريق الرابط بين مدينتي بوفكران ومدينة مكناس. المنطقتين صنفتا من المنطقة رقم واحد أو الصنف الأول، تم رفع الحجر الصحي مشاهدي قناة شوف تيفي الأوفياء. مرحبا بكم، مرحبا بتعاليقكم ومرحبا بآرائكم أينما كنتم مشاهدي قناة شوف تيفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجميع. أم موزة شكرا لك، ياسمين الحمد لله، وأنت كي دايرة؟ إذا خليكم معنا تشوفوا الأجواء، الطريق الرابط بين بوفكران ومكناس، تشوفوا الحركة رجعات الطبيعة ديالها، والناس كتنقل بسهولة بين مدينتي بوفكران ومدينة مكناس. كما كتعرفوا فعمالة مكناس صنفت في المنطقة رقم واحد، إنه الفرج مشاهدينا الكرام. إن شاء الله جميع المناطق وجميع الجهات بالمملكة المغربية يترفع عليها الحجر الصحي وترجع المياه المجاري ديالها عما قريب إن شاء الله. تفاءلوا خيرا مشاهدينا الكرام، إنه الفرج قريب. ياسمين طريق سلامة شكرا، سعيدة وعليكم السلام. إلهام قالت كتبك في مكناس أخت إلهام. شعيب وعليكم السلام، الحمد لله الأخت ياسمين، مرحبا بك ومرحبا بكل متابعي قناة شوف تيفي الأوفياء داخل وخارج أرض الوطن. إذن كما كتشوفوا في الطريق الرابط بين بوفكران ومكناس، تعود من بعد السكون ديالها، فكانوا الناس منضبطين في هذه الجهة شكرا لهم، والآن احنا خارجين، عندنا الحق نخرجوا ونتنقلوا بين المدينتين بكل حرية. فالحمد لله على كل حال، هذا ابتلاء من عند الله، يقيننا بالله أكبر، وستفرج عما قريب بجميع الجهات بالمملكة المغربية إن شاء الله في القريب العاجل. اللهم ارفع عنا هذا البلاء في القريب العاجل يا أرحم الراحمين. جمعة مباركة لكم جميعا مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن. جواد طريق سلامة شكرا لك الأخ الكريم. إذن مرحبا بكم، مرحبا بالتعاليق ديالكم، مرحبا بالآراء ديالكم، شاركونا بالتعليق ديالكم مشاهدينا الكرام، وقولوا لنا واش نتوما من المنطقة واحد أو المنطقة جوج، وكي داير الأجواء عندكم، واش ترفع الحجر صحي ولا مازال. شاركونا بالآراء ديالكم بالتعليق ديالكم، فدائما آراءكم تهمنا مشاهدينا الكرام. هل ممكن نسافر إلى فاس؟ فاس تعتبر من المنطقة جوج، فخصك الورقة الاستثنائية، الورقة الاستثنائية إلى بغيتي تمشي لمنطقة جوج. لحسن مولاي شكرا لك على التعليق ديالك الجميل، مرحبا بك الأخ الكريم، مرحبا بكم جميعا. فكما كتشوفوا الطريق رجعات الحياة الطبيعية ديالها، فالناس كتنقل بسهولة بين مدينتي مكناس ومدينة بوفكران. الحمد لله، هذا من فضل ربي، ابتلاء من عند الله، فنحمد الله عليه. الحمد لله على كل حال مشاهدي قناة شوف تيفي. إذن أي شيء كي قلنا المنطقة جوج إن شاء الله قريبا، فتقريبا كل سيمانة أو كل أسبوع غادي يعاودوا
باش يبرمجوا المدن ما بين المنطقة واحد والمنطقة جوج، وإن شاء الله خير جميع المدن المغربية يترفع عليها الحجر الصحي إن شاء الله، ورجعوا الحياة الطبيعية ديالنا وتنقلوا بين جميع المدن المغربية. مريم حجي المنطقة واحد. الحمد لله الأخت مريم حجي. على كل حال فجميع المنطقة واحد فيقدروا يخرجوا ويتنقلوا في المدن ديالهم بكل حرية. هنيئا لكم على التزامكم مشاهدينا الكرام، هنيئا على التزامكم بالحجر الصحي. شكرا للسلطات المغربية بجميع المدن المغربية، صراحة مجهود جبار. إذن هذه أجواء الطريق الرابط بين مدينتي بوفكران ومدينة مكناس. كما كتشوفوا معنا الطريق عادية جدا، سهولة في التنقل بين المدينتين، فمرحبا بكم جميعا المشاهدين الكرام. دائما كنقل لكم الأجواء، إن شاء الله نديروا جولة بالعاصمة الإسماعيلية، نقل لكم الأجواء أيضا مباشرة من العاصمة الإسماعيلية مكناس. للإشارة فقط، هناك حرارة في هذا الأثناء. السلام ترك السلامة، شكرا خويا إبراهيم. ياسمين شكرا لك، تحياتي لكم جميعا، شوف تي في أينما كنتم. شكرا لك الأخ فيصل. محمد، واش عندكم الحق التنقل بين مدينتي مكناس وإفران؟ الأخ الكريم، نعم، على حسب المعلومات ديالي فالتنقل بين منطقتي رقم واحد، أكيد نقدروا نتنقلوا بين المنطقتين أو بين المدينتين اللي كيتواجدوا في المنطقة رقم واحد بكل حرية مشاهدينا الكرام. إذن هذه الأجواء ديال الطريق الرابط بين مدينتي بوفكران ومكناس، أجواء جد عادية، سهولة التنقل بين المدينتين، إن شاء الله خير، يقيننا بالله أكبر، وقريبا ستفرج بجميع المملكة المغربية. مزيدا من الالتزام والانضباط، الكمامات الواقية ضروري ومؤكد منها، مسافة الأمان أيضا ما ننساوهاش، وإن شاء الله باش نخرجوا بأقل الخسائر من هذا الوباء مشاهدي قناة شوف تيفي. بالنسبة للمشاهدين اللي عاد التحقوا بنا، نتواجد مباشرة من طريق الرابط بين مدينتي بوفكران ومكناس، أجواء جد عادية، فحتى الناس اللي كيبيعوا بزاف د الحوايج في الجنب ديال الطريق فهم رجعوا للطريق كيبيعوا المنتوجات ديالهم الفلاحية. فكما كتعرفوا هذه المنطقة عمالة مكناس فهي منطقة فلاحية محضة، الحمد لله. على كل حال طريق أنتم كتشوفوا سهولة التنقل بين المدينتي، بين مدينتي بوفكران مكناس، صنفتا في المنطقة رقم واحد، والحمد لله على الالتزام ديالكم. ناس مكناس او عمالة مكناس وجميع المنطقة واحد، جميع المدن اللي تصنفات في المنطقة واحد، وان شاء الله قريبا الجهات والمدن والاقاليم اللي صنفت في المنطقة جوج ان شاء الله غيترفع فيها الحجر الصحي ورجعوا للحياة الطبيعية ديالنا مشاهدينا الكرام. ماذا عن حالة الطوارئ محمد قدوري؟ حالة الطوارئ مددت الى شهر 10 يوليو ان شاء الله، ويتعاد النظر فيها، يا اما التمديد يا اما الرفع. وكما كتشوفوا الحياه طبيعيه جدا مشاهدينا الكرام، اصحاب الدلاح في الطريق تحيه لهم ايضا، صراحه توحشنا هذه الاجواء ديال الطريق عامره والناس الحركه، صراحه شيء جميل جدا، كنعاودوا نشوفوا مره اخرى هذه الطريق عامرة، لأنها الطريق الرئيسية التي تربط بين مكناس والأطلس، فأكيد الناس اللي بغاو يمشيو للأطلس
وكيدوزوا على مكناس فاكيد غيدوزوا من هذه الطريق هذه ويدوزوا على بوفكران الحاجب الى ما ذلك. اذا غادي ندخلوا العاصمه الاسماعيليه مكناس مشاهدينا الكرام، ان شاء الله ندير لكم جوله بمدينه مكناس، نشوفوا الاجواء كي دايره ايضا بعد رفع الحجر الصحي بالمدينه. شكرا لكم على حسن المتابعه، شكرا على وفائكم مشاهدي قناه شوف تي في. الى اللقاء في موضوع اخر مكان اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.